بسم الله الرحمن الرحيم، جريد 7. اهلا بيكم. هنخش النهارده نبدا بقى في ليسون 3 بعد ما خلصت 2 ليسونز، وطبعا عملت ستات عليهم من تسع ليسون 1، والتيست بتاع ليسون 2 نزل النهارده على الجروب. الناس كلها تبدا تحل وتبعت لي سكرين شوت بالنتيجه بتاعتها. يلا نشوف بقى هو عايز يقول ايه هنا في هذا الليسون. يقول لي أنا عايز أعلمك حاجة اسمها Atomic Structures of Matter. What is the Atomic Structure of Matter؟ هو التركيب الذري للمادة. إيه موضوع التركيب الذري ده؟ أي تعالى ما أقول لك. أول حاجة أخدنا إحنا في الليسون اللي فات الموليكيول. أي مادة مكونة من مجموعة من الموليكيولز. وده قلنا عليه إيه؟ It is the smallest part of the element. وطبعا قلنا بشرط ان هو كان اكزيست فريلي اند كيب ذا بروبرتيز اوف ماتر. ده بالنسبه للموليكيول. طيب ماشي يا سي، ايه بقى موضوع الاتوم دي؟ قال لي ما خلي بالك الموليكيول ده زي ما خدناه من شويه، لما خدنا موليكيول اوف اليمنت وموليكيول اوف كومباوند، وهنا مكونه من كام اتوم وكام اليمنت وكام في الحاجات دي كلها. يعني عايز يقول لي ايه؟ ان فعلا الموليكيول دي مش اصغر حاجه. ازاي؟ اقول لك ازاي. ما احنا قلنا من شويه ايه؟ ان المولكيول تمام؟ زي مثلا HCl هيدروجين كلورايد، ده مولكيول. لو جيت اشوفه مكون من ايه؟ هلاقيه مكون من اتنين اتوم، هيدروجين اتوم وكلوراين اتوم. يبقى معنى كده ان المولكيول ده يا جماعه كنورمال كعادي جدا ممكن يكون مكون من اتوم واحده، وده زي ما حصل في الانرت جازز، عباره عن مولكيول مكون من اتوم واحده، وممكن يكون مكون من كام اتوم؟ من اكتر من اتوم. فاصبح المولكيول اقدر ان انا اعمل له ديفايد، اقسمه ويطلع لي حاجه اسمها ايه؟ اتومز. فعشان كده الاتومز تعتبر اصغر من المولكيول. تعال بقى نكمل تاني. يبقى اي مطر مكونه من وحدات صغيره تسمى مولكيولز، وكل مولكيول مكون من وحدات اصغر تسمى اتومز اللي هي الذره. طيب انا بقى عايز امسك بقى الاتوم دي ونشوف ايه الموضوع بتاعها. بيقول لي ايه؟ chemists use samples to express the element easily. لا انا افهم الحته دي. الجماعه العلماء بتاع الكيمستري يا جماعه قالوا ايه؟ احنا عايزين نسهل دراسة هذه الاليمنت. ازاي يا جماعة؟ يعني صعب قوي لما اجي اتكلم واقول لك ايه؟ هيدروجين، واقعد اكتبها كده، او اقعد حتى اقولها هتبقى العملية شوية كومبليكيتد. طب ما تيجي نعمل ايه؟ ما تيجي ندي لكل اليمنت سامبل. هديك مثال زي ايه؟ انا دلوقتي يا جماعة عاوز اعلمك حاجه دلوقتي معايا في هذه الليسون. ايه هي؟ انا كل واحد تمام؟ كل واحد هديله نمبر. انت واحنا قاعدين دلوقتي كده سيادتك اكتب النمبر بتاعك. اهو مريم جورج هتبقى نمبر 2. امل البرعي هتبقى نمبر 3. مريم اللواتي نمبر 4. سلمى عيسى نمبر 5، اكتب الرقم ده معاك. وعد وائل نمبر 6. هدينا ايهاب نمبر 7. محمد حسام نمبر 8. ساره اسامه نمبر 9. عبد الرحمن عبده نمبر 10. كريم محمود نمبر 11. علياء معوض نمبر 12. يمنى الملكي نمبر 13. يوسف فادي نمبر 14. مروان احمد نمبر 15. شريف محمد تامر نمبر 16. شريف احمد نمبر 17. ملك هشام نمبر 18. دارير رفيق نمبر 19. روزان ايمن نمبر 20. ثم احمد عوض نمبر 21. كده كل واحد خد رقم. كل واحد يا جماعه سجل الرقم اللي اخده ويحتفظ بيه. ليه بقى؟
انا دلوقتي هاجي عايز اخد اشوف مين اللي حاضر او مين اللي ما حضرش. انا مش هنده اسماء، هقول كده نمبر 2 يس، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7 absence. يبقى انا ممكن في لحظه واحده في نص دقيقه اخد غياب كلاس كامل. ليه؟ لاني انا اديت لكل فرد سامبل، لكل واحد رقم، فبقت سهله ان اتعامل مع الارقام او اتعامل مع الموليكيولز، سوري الارقام او السامبلز او الرموز. وهو ده لحظه يومنا، وهو ده اللي عمله الساينتستس. عملوا ايه؟ بداوا بدل ما يكتبوا اسم الاليمنت كبير، لا 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 لا، بداوا يعملوا ايه؟ سامبلز، وكلمه سامبلز يعني رموز، رمز للعنصر. بدل ما يبقى العنصر يكتب ايه؟ صوديوم، يكتب ان ايه؟ مثلا ايه؟ نيتروجين ان، هيدروجين اتش. يبقى دي كده اسمها سامبلز، اديناها للاليمنت. الهدف ايه؟ ان هذه الاليمنت ابقى اسهل لي دراستها والتعامل معاها. السامبل اللي تدول اي اليمنت يعبر عن وان اتوم اوف ذا اي اليمنت. ذا سامبل اوف اني اليمنت از ريبريزنتد باي اتس اتوم. يبقى لما اقول لك اتش، اتش دي معناها هيدروجين، معناها اتوم واحده من الهيدروجين. لما اقول لك ان بس، يبقى اتوم واحده من النيتروجين. ان ايه؟ اتوم واحده من الصوديوم. يبقى كل سامبل بديه لهذا الاليمنت يعبر عن اتوم واحده من هذا الاليمنت. طب قول لي بقى يعني ايه بقى الاتوم دي؟ عرفنا على الاتوم، انا مش عارف الاتوم. حاضر، تعالى اقول لك الاتوم. خلي بالك انا عايز اديك ايه؟ المولكيول لما خدناه قبل كده قلنا it is the smallest part of element. هنا شوفوا لك ايه بقى؟ it is the fundamental building unit of matter. وكلمه fundamental دي يقصد بيها اصغر خالص، ادق وحده بناء للماتر. هل هي اصغر من المولكيول؟ ده المولكيول واحد consists of ممكن اكتر من اتوم، ممكن اتوم واحده وممكن اكتر من اتوم، فبالتالي يبقى كلمه اتوم دي هي اصغر من كلمه مولكيول. نمبر 2 التعريف الثاني it is the smallest individual unit، يعني اصغر وحده بناء of matter which can. ايوه هناك المولكيول كنت في شرطين، الشرط الاول اللي كان exist freely، والشرط الثاني ان keep the properties of matter. هنا برضو بقى اللي هو اصغر وحده خالص اللي ايه بقى شرطها ايه؟ شير، انها تقدر تشارك، شير كان شير ان ذا كيميكال رياكشن، هي اللي بتشارك في الكيميكال ايه يا جماعه؟ رياكشن. طب نسمع يومنا، اتفضلي يا يومنا. يومنا المالكي، يومنا يا مشت ولا ايه؟ يومنا اهي، يومنا اتفضلي يا يومنا. ايوه خلاص ماشي سير. كنتش حضرتك فاتح المايك. طب اتفضلي سير. هو ممكن تبعت الارقام اللي حضرتك قلتها على الجروب؟ حاضر ماشي. طيب تعالى بقى نشوف يا سيد ايه بقى موضوع السامبلز اوف ذا اليمنت. قال لي بص بقى، انا كل اليمنت، الكلام ده يا جماعه الـ 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 الحروف اللي انا اقولها ماخوذه من لاتين نيم، من الاسم اللاتيني. قال لي بص يا سيدي بقى، انا هبدا اشوف كل اليمنت واعمل له سامبل رمز، وهذا الرمز مأخوذ منين؟ من أول حرف من حرف الإليمنت. طب يا سيد أنا هعمل دول إيه؟ كيب. يعني أنا يا جماعة لما أجي أكتب دلوقتي أي إليمنت مش هكتبه بقى إيه؟ مش هكتب كلمة إيه؟ هيدروجين، اللي هكتب إتش. ومعروف إن هذه الإتش تمثل إيه؟ وان أتوم أوف هيدروجين إليمنت. أنا المفروض هحفظ الحاجات دي كويس جدا،
وتعالى معايا كده نشوف ايه هي السيمبلز. اول حاجه الهيدروجين يرمز له بالرمز H. تاني حاجه الكلوراين Cl، هيليوم HE، ارجون AR، ليثيوم Li، بوتاسيوم K، كربون C، كالسيوم Ca، نيتروجين N، اير Fe، اكسجين O، كبر Cu، فلوراين F، زنك Zn، نيون Ne، بروماين Pr، صوديوم Na، سيلفر Ag، مغنيسيوم Mg، ايودين I، المنيوم Al، جولد Au، سيليكون Si، ميركوري Hg، فوسفوريوس P، ليد Pp، سلفر S، برون B، بريليوم Be، ثم الكروميوم هو الكروم سي ار. اتفضلي يا سلمى. كتير حضرتك قلت السيمبلز دي ماخوذه من احروف الالمنت، بس زي السيلفر مثلا مفروض اي جي والاي جي الله زي ينور، حروف الالمنت. الله ينور عليك يا بنتي. تعالي بقى نقول ملحوظتين هنا. ايه الملحوظتين دولت؟ الملحوظه الاولى، ملاحظ كده يا سير ان في اليمنت واخده رقمين حرفين واليمنت واخده حرف. ليه؟ هي الاليمنت دي اللي السي ال ده احسن من السي؟ قال لي لا مش احسن. طيب الملحوظه الثانيه اللي قالتها سلمى ايه؟ ان يا سير انا عندي بعض الاليمنت فيها حرفين، سوري، بادئه بحروف مش ماخوذه خالص من الاليمنت اللي عندي. طب تعال الاول نقول بتاع سلمى اللي هي سير، مثلا عندك الايرن اف اي، وين الايرن؟ الايرن فين؟ اهو اف اي، ملوش دعوه خالص بالايرن. عندك بس يا سير الميركوري اتش جي، ما فيهوش خالص اتش جي. اقول لك بقى يا سيدي، يقول لي ايه؟ ان هذه الحروف اللي احنا خدناها السامبلز بتاعت الاليمنت ليست مأخوذة من الانجليش نيم، أمال إيه؟ مأخوذة من اللاتين نيم. فهتلاقي جدول تحت كده يقول لك إيه؟ خلي بالك الصوديوم ده ما اسموش صوديوم باللاتين، أمال اسمه إيه؟ ناتريوم، فأخدت كده إن إيه؟ البوتاسيوم ده اسمه كاليوم، فأخدت الكي. أهو بص الأير بقى يا واد سلمى، الأير ما اسموش أير، اسمه فيريوم، فاخدت الاف اي. الكبر نفس القصه، السيلفر اي جي، اهو ارجري ارجنتيوم اللي هو إيجي. طبعا انا مش مطالب احفظ الحاجات دي، بس اللي عايز لازم اعرفه ان لما يقول لي ليه هذه الاسماء مختلفه عن letters، اقول له بيكوز الاليمنت سمبل از رايت فروم ذا لاتين نيم derived، يعني مأخوذة من اللاتين نيم، الاسم اللاتيني. So symbol of some element differ from the name of English language. يبقى في بعض الاليمنت مش هتمشي مع الانجليش، لكن في بعضها اللاتين ماشي مع الانجليش، لكن ده مش على طول. فعشان كده اجد ان في بعض السامبلز مختلفة شوية عنها. طيب الحاجة التانية اللي لاحظتها، ليه في بعضه في حرف واحد وآخر عنده اتنين؟ قال لي ما هو لازم طبيعي كده. ليه طبيعي؟ أقول له بص يا سيدي بقى، لما أمسك مثلا السي، بصوا يا جماعة أنا همسك الجزء ده كده، في مين؟ كلوراين، كربون، كبر، كالسيوم. طيب التلاتة بادئين بالسي لتر، طب أعمل إيه بقى؟ اخد ازاي بقى مين؟ قال لي بص يا سيدي، لما يكون ثلاثه بادئين بالسي لتر او باي لتر، خلي واحد فيهم واخد الكربون سي. طب والباقي؟ قال لي الباقي اديله اللتر الثاني. يعني مثلا خلاص خدنا السي هنا مع الكربون، هنا الكالسيوم سي اي.
هنا الكبر سي يو الله طفل يو، احنا قلنا بقى ده الاسم اللاتين، فالاسم اللاتين في سي يو فاخدت سي يو. طب هنا الاتش سايلنت فاخدت سي ال كلورايد، فاصبح عندي حاجتين اخلي بالي منهم. تعال نشوف الكلام ده ايه. From the previous examples of find that، حاضر يا محمد. The symbol of the element is represented as boy. أول حاجة one letter حرف واحد، وده it's written capital، بيتكتب كابيتال بس لو كان حرف واحد. طيب لو كانوا حرفين يعني ايه حرفين؟ يعني في مجموعه من element فيها similar مع الفيرست letter، so I take the second letter also. في حاله لما يكون حرفين لازم الاول يكتب كابيتال والثاني يكتب سمول. يبقى لو كان عندي يا جماعه السيمبلز عنده حرفين، لازم لازم الحرف الاول يكتب كابيتال ان كابيتال والحرف الثاني يكتب سمول. ده في حاله انت اذا اخذنا تو ليترز، لكن لو اخذنا لتر واحد لا يكتب كابيتال. تمام؟ يبقى معنى كده الليترز اللي عندي تعبر عن element، هي عباره عن the first letter of the element. If the element of two letters similar في الفيرست letter هناخد the second letter to differentiate between them، يبقى هاخد الحرف الثاني عشان اميز مع الاثنين اللي هم بادئين بحرف بنفس الليتر. يبقى some letters are common in their ancient letter، يعني ايه؟ بعض الاليمنت متفقين في الحرف الاول ancient letter، فهضطر اخد ايه بقى؟ the second letter is taken بشرط الاول يكتب capital والثاني يكتب small، as الكربون مع الكالسيوم مع الكلوراين دي كلها تبدا بالسي، الهيدروجين مع الهيليوم، السلفر مع السيليكون دي كلها تبدا بحرف متشابه، فهضطر اخد السكند ليتر تو ديفرنشيت بتوين ذيم. طب اتفضل يا محمد وحسام. سير معلش انا بقول لحضرتك، بس ينفع تقول لي بتاعت اللي هي ليه حرف كذا؟ عشان الصوت بس كان بيقطع، اللي هو يعني مثلا الكربون والكلورايد. حاضر حاضر حاضر، زي ما قلت لك انا قلت ايه؟ انا لما اخدت المجموعه دي كلها، لو انا قلت انا عايز اخد الفيرست ليتر، فالفيرست ليتر هنا سيميلر مع مين؟ مع الكلوراين مع الكربون مع الكبر مع الكالسيوم. فانا لو كده خدت الفيرست ليتر وقلت السي، هيبقى المين؟ هل السي ده يخص الكربون ولا الكالسيوم ولا الكلوريد ولا ايه؟ فعشان كده قال لي بص يا سيدي بقى، لو لقيت اكتر من اليمنت الانشال ليتر بتاعهم او الفيرست ليتر بتاعهم سيميلر، هتضطر انك تخلي تاخد الليتر الثاني. يبقى مثلا هنا في الكالسيوم اخد السي مع الايه، الكبر بالاتنين طبعا هاخد السي مع اليو، الكلوراين هاخد السي مع ال لان الاتش سايلنت. فبالتالي هنا قال لك ايه؟ لو كان اكتر من element سيميلر مع الانشال ليتر هضطر اخد السكند، بس لما اجي اكتبهم رقمين سوري حرفين لازم اكتب الاول، لازم اكتب الاول كابيتال والتاني اكتبه سمول، ده شرط عندي. تمام يا جماعه كده؟ طيب اتفضل يا مروان. سير انت مش قلت لو مثلا اتنين بيبدأوا بنفس الحرف واحد فيهم يكون مثلا سي والباقي يكون سي والحرف اللي بعده؟ تمام. انت قلت الاتش ما ينفعش عشان هي سايلنت صح؟ ايوه. فتحت السيلفر باللاتين معناه ارجو، بس هو مختار اي جي مش اي ار، ليه؟ هو ايه السيلفر؟ بص ايوه السيلفر تحت مكتوب ارجون ومختار اي جي، بص اهو السيلفر ومختار لي اي جي. تمام تمام تمام، هقول لك ليه بقى. حاضر. بص كده الارجون، في الارجون هنا طلع الارجون، ارجون اي ار اي ار اي ار اي اللي هو في النص. بص هذا الارجون اهو، بص خليك من دي. ده ارجون هنا الارجون اهو، انا خدت الارجون اي ار ايوه، لان اهو الارجون خدت اي ار، لو خدت كمان السيلفر اي ار ها هيبقى الاي ار بتاعت مين؟ ها؟
تمام؟ فلما الاقي اتنين مشتركين في الحرف الاول والتاني ادور على الحرف التالت واخده عشان اميز بيه. تمام يا روان؟ تمام ماشي يا سيد. اوكي يا حبيبي. طيب كده اول حاجه عرفتها يا سيد ان السامبلز، انك لازم ولازم احفظ يا جماعه الحاجات دي يا جماعه، لازم السامبلز تتحفظ كويس قوي والعناصر دي تتحفظ كويس قوي قوي قوي. وبعد كده بقى هنبدا ناخد الاتوميك استراكشر بتاع الاتوم، وده بقى هنخليه في الليتر في السيت الجاي عشان هي كلها على بعضها كده والتايم مش هيكفينا نكمله. فالاول نكمل الحته دي كده. المفروض ان انا هدرس ايه؟ هدرس حاجتين، هدرس the atomic constructions of atomic of the element، التركيب الذري بتاع الاليمنت، ثم هدرس حاجه اسمها electronic distributions او electronic configurations. كلمه distributions اللي هو التوزيع الالكتروني، ازاي اعمل توزيع الكتروني، وده بقى هنقوله ان شاء الله في السيشن الجاي ان شاء الله. الاول العناصر دي يا جماعه انا عايز السيشن الجاي اجي الاقي كل الناس حافظه العناصر دي، كل الناس تكون حافظه العناصر دي يا جماعه، وهسال فيها ان شاء الله السيشن الجاي. ما تجيبش بقى تقول لي ايه انا هفتح الصفحه دي والسير هو شغال،